بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أراد المسلم أن يتيمم فإنه يقول بسم الله ثم يضرب بكفيه وجه الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بيديه، ثم يمسح ظاهر كفه الأيمن براحة يده اليسرى وظاهر كفه الأيسر براحة يده اليمنى، ويقال بعد التيمم ما يقال بعد الوضوء من الأذكار، والله أعلم. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه،